شافعي حصي نعم استاذ الادب العربي. اي نعم سيدي. دونك حنا شاركتي في مسابقه في ثنايا رمضان. نعم. وتحت شعار مسك العبر في مسك الادب. والحمد لله بعد المشاركه تاعك نلت جائزه ما شاء الله على المستوى الولائي. واللجنه اللي اخترناها اللجنه الوطنيه للصفات وكذا اكيد الدكاتره معروفين. دكاتره معروفين في مستوى جامعه امواقي، جامعه بسكرة، جامعه البيض. البيض الحجاج. اذا احنا دوكا جيناك هنا باسم ولي ام امواقي. مرحبا. وراح نقدموا لك هذه الشهاده من السيد ولي ام امواقي. ما شاء الله. شهاده التهنئه وبنفس شهاده التتويج. ما شاء الله. هذه هي اللي نظير المشاركة تاعك ونظير التويج في المرتبة الأولى. ما شاء الله. ودمت ندخل لهذه الولاية ودخل للدائرة هذه. بيك ما شاء الله بالمجهود تاعك. ودمت ندخل اللي اسمه للتعليم والتربية والثقافة والأكاديمية والتربوي. نتمنى إن شاء الله يعني أكثر من هذا إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. مما لا شك فيه حسب أن اللجنة اللي ضيعة على الصفات كانت ربما عندها تتويج تاعك مستحق ان شاء الله. نتمنى اكيد. واليوم ان شاء الله انا جيتك يعني جيناكم باسم ولي امواقي ومرفقين بالطاقم تاع الامن الوطني والحمايه المدنيه ورجال الاعلام. ما شاء الله. ما شاء الله. دوك احنا هذا التوجه نقدموا في الفتاه دوكا. نعم. سي سي ولي امواقي. نعم. تفضل هذه هي ان شاء الله هذه هي. روح الاخر. خويا كامل عائله واحده. احنا كلها جمعنا وطن واحد دين واحد. هذه هي درع تكريمي. نعم ان شاء الله. من قبل دار الثقافه باسمها لكم باسم الناس اللي غيورين والناس اللي شاركوا خاصه في الحجر الصحي هذا. صحيح. المجهود تاعهم جبار. صحيح. صحيح. يتقدم ممثل رئيس الامن الطائره يسلم له عليا نيابه عن رئيس الامن الولائي. الله يبارك الله فيك ربي يجازيك خير. هذه جائزة من قبل أسر دار الثقافة. رئيس الممثل مدير الحماية المدنية. نعم. بالضبط. الله يبارك. ربي يبارك فيك. يبارك فيك إن شاء الله. استغفر الله. دوكا بغيت ثاني تعطينا كلمة. كلام هي مقتطف مقتبس من سورة القدر في القرآن الكريم، لأنه المنافسة أصلا المسابقة عن ليلة القدر. نقرأ بيات برك. بسم الله. لا صوت يعلو فوق صمت المعترف، الروح ضمأ والمدامع لم تجف، والقلب أثقله التمادي في الهوى، يا ويح قلب قد تمادى ولم يخف،
سجدت ذنوبك تستجير براحم. قال ادعني ما خاب من تاب وعف، سأشد أزره باليقين أدله، وأنير دربه للهداية إن هتف، وأريه آياتي وأشرح صدره، يرقى كنور قد تخفف حتى شف. يا رب هذه ليلة القدر التي ذهلت حروفي أن تعبر أو تصف، سجد الحنين بباب شهرك يرتجي إشراق ليلة عابد عشق السلف. فإذا السكينة قد سرت نسماتها، وإذا الملائك في المدى ألف تحف، وإذا البشائر موكب هتفت له كل القلوب وباركته بكل كف، هي ليلة فتن الزمان بحسنها، نفد الكلام بوصفها والحبر جف. فرح الزمان وعرسه وعروسه، تاه الزمان مفاخرا حاز الشرف. رباه إني قد دعوتك مشفقا، والعمر ياء والرجا فيك ألف، في ليلة لاذت بها حور المنى، يا لهف نفسي حين تنفتح الغرف، وأذوق من سر القبول أضمه، روحان قد سهرا بجسم من شغف. رمضان والعشق المقدس قصتي، كف تؤمل عتقها والشوق كف. اللي بالمناسبة في الحقيقة أنا أولا نحب نشكر دار الثقافة شكر لا نهاية له، لأنه رغم هذا الظروف هذه كان ممكن تكون حجة أن الإنسان قالها والمرض نكتفوا يدينا ونقعدوه. لا، الناس اللي حابة تخدم ما تديرش اعتبار الأعذار وتخدم، والحمد لله درتوا مسابقات كثيرة وتوجوا ناس كثيرة وفرحوا أولاد صغار في مسابقة المؤذن هذيك، يعني ما شاء الله، والمسابقة الشعرية هذه ومسابقات كثيرة يعني في الحقيقة. فدار الثقافة يعني في الحقيقة فضلها على الثقافة يعني على 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 الرأس والعين في هذه الولاية، ونتمنى لها تستمر. خويا عمر هو رفيق تاع دراسة، يعني قرنا مع بعض في زيناي، رحنا الجامعة مع بعض. خويا حكيم هو غني عن التعريف الحقيقة، اللمسات الفنية نتاعو راهي موجودة في كل مكان. فالحمد لله نشكر دار الثقافة، نشكر أيضا بالمناسبة اتحاد الكتاب الجزائريين فرع أم البواقي على رأسه عبد المجيد علاق، اللي مسكين ويحاول ويجاهد ويناضل ويجتهد، ومن خلاله هو اللي عرفت أنا هذا النظر الثقافي، باش الإنسان ما ينكرش خير الناس، الخير الناس يذكرون بأفعالهم. راهو الحق والله فضلوا على الثقافة في أم البواقي وفضلوا علينا إحنا، راهو ما يعلم به غير ربي سبحانه. فالشكر موصول لكل الناس، لجنة التحكيم اللي قيمت بشكل منصف وانصفت الناس اللي تستاهل، وما عندها لا نقل جمل في الامر هذا، راهي خدمت لله فهي مشكوره. نشكر زملائي الادباء اللي شاركوا، اللي توفق يتوفق المره هذه مبارك عليه، اللي ما توفقش ان شاء الله المره الجايه. هي هو العبره، واش العبره؟ انه نحركوا الفعل الثقافي في الولايه باش ما تبقاش الامور راكده كما في الاعوام السابقه. دعوتنا في الاخير انه يرفع لنا ربي هذا البلاء هذا، ونتلاقاو في ساعه خير ان شاء الله، ونفرحوا كامل باللي ينجح، باللي ندعمه كامل. انا نفرح اخويا كي ينجح، مش العبره، مش لازم انا اللي ننجح باش نفرح، لا نفرح كل عندي زملاء كثير في الفيسبوك، تقريبا لما حطيت المنشور اكثر من 170 الى في وحده التفاعل عجيب يعني. فنشكر كل الناس اللي تفرح اي لبنه تدار في الوطن هذا باش يزاد ويرقى ويزدهر. هذا هو الكلام نتاعنا، وهذا هو الشعور نتاعنا يعلم ربي سبحانه. ونتمنى كما قلت لكم ربي يرفع لنا هذا البلاء هذا، ويرجع الاقتصاد ينتعش، ويرجع الناس يحبوا بعضهم كما قبل، وترجع الجزائر كما كانت واحسن. ونترحموا على الشهداء نتاع الوباء هذا، وعلى اخونا علي معاشي اللي البارح عيد الفنان، عيد الفنان ثاني ما ننساهمش. فالشكر موصول لكل واحد يقول كلمة تأخير، يعمل عمل تأخير من أجل هذا الوطن هذا، ويحتسب أمره لله، وربي جزينا خير كله. وشكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. واش كنت في لباس؟
الله يبارك فيك. أستاذة هبة. هبة نسيب. نسيب احنا جيناك من ولايه ام الباقي. مرحبا بكم. تفضل الزوج تاعك الكريم بلا تخرج من هنا. واشكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. مبادره تستحق التثمين ان دار الثقافه في هذه الظروف الاستثنائيه ابت الا ان يستمر الفعل الثقافي وان تشجع المبدعين كعادتها. نشكرها شكرا جزيلا، كما نشكر ايضا فرع اتحاد الكتاب الجزائريين فرع ام بواقي برئاسه السيد عبد المجيد علاق، ومرحبا بكم عندنا. طبعا احنا جيناكم باسم والي ام البواقي وباسم السلطات الامنيه والامنيه، لها الشكر الجزيل السلطات الامنيه. ان شاء الله انت شاركتي في مسابقه شعراء في ثنايا رمضان تحت شعار مسك العبر في ليله القدر، وشاركتي بقصيده ونلتي المرتبه الثانيه، ونتمنىكم ان شاء الله التوفيق والنجاح في المستني في الاعمال تاعك المهنيه ولا المنزليه، وكذلك نتمنىكم ان شاء الله تكوني ذخر لهذا الولايه هذه وذخر للوطن وتكوني قدوه. مجهودات دار الثقافه في تشجيع المبدعين، الابداع والمبدعين هي التي تدفع بالمبدعين لهذه المدينه الطائره القصص بهذه، لما لا تكون كعنصر فعال في الجانب الايجابي، الجانب الابداعي والفكري والاكاديمي والاجتماعي والثقافي والفني. نتمنى ان شاء الله ان النجاح يكون ليك انت وللزوج تاعك الكريم ولابنائك هذوما. وعليه حنا جينا من باسم السيد والي ام البواقي، وتحت الرعايه الساميه لمعالي وزير الثقافه والسيد والي ام البواقي، نقدم لك هذه الشهاده من السيد والي ام البواقي. تفضل معي رئيس الامن دائره الضابط ومملكه رئيس الامن الدائره. تفضل. بارك الله فيك. هذه مكتب السيد والي ام البواقي كمزيج وكالكلمه لها، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المسيره تاعك الفنيه هذه بمزيد من التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا للمرافقه. على هذه الأرض سيدة الأرض ما يستحق الحياة. شكرا لك. هذا درعت كريمي. درعت كريمي مكتبة دار الثقافة. يا والعائلة تاعك. احكوا كيف نصبروا. وهذه شهادة سلمناها ممثل الحماية المدنية. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر دار الثقافة ممثلة في مديرها السيد نوري هلال، وأشكر العاملين على هذه المسابقة والذين أنجحوها، خلية الإعلام وكل من شارك في هذه المسابقة أو كل من أشرف على هذه المسابقة وساهم في إنجاحها. أشكر السيد مسؤول خلية الإعلام على حسن الاستقبال وحسن الرد وعلى المعاملة الطيبة. أشكر أيضا التنسيق الجاد والمحكم لفرع اتحاد الكتاب الجزائريين على هذا التنسيق المحكم طبعا، وهذه المسابقة النزيهة الجادة. كما أحيي أيضا فرع بيت الشعر الجزائري لمكتب أم بواقي برئاسة السيد أو الأستاذ عمر بلاجي أيضا على الدعم. وأشكر أيضا السيد الوالي على هذه الرعاية السامية لهذه المسابقة، والشكر الكبير لدار الثقافة التي لا تنام. الحضن الرحب الذي حوى كل المبدعين بكل وبشتى أشكال الإبداع في هذه الولاية التي ترحب بالبعيد قبل القريب.
والتي هذه المبادرة تعتبر دفعا للعمل الثقافي، وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية. كما لا يفوتني أن أترحم على من قضوا بسبب هذه الجائحة، جائحة كورونا، والتي لم تثني عزيمة هؤلاء الرجال على دفع الفعل الثقافي في هذه الولاية. لهم الشكر جميعا، وأتمنى السلامة للجميع. شكرا. يعني هذه المبادرة الكريمة، أو بالنسبة لهذه أو هذا النصائح، أتمنى أن من الجميع أن يلتزم بالحجر المنزلي وبإجراءات أو تطبيق إجراءات السلامة، لأن تطبيق إجراء السلامة هو حماية للفرد وحماية للمجتمع. فبتطبيقنا لهذه الإجراءات فنحن نحمي أنفسنا ونحمي غيرنا ونحمي بلدنا الحبيب الذي لا نملك أرضا أخرى إلا هذه الأرض الطيبة. فعلى كل واحد منا أن يتحلى بروح المسؤولية لكي نتخطى جميعا هذه الظروف الصعبة أو هذه الشدة، لنكون قدوة ونحن في أكثر من أو في مناسبات كثيرة كنا كشعب قدوة لكل شعوب العالم. فلنكن أو نتحلى بهذه الروح الحضارية والحضارة لكي نصنع أو نكمل الرسالة التي قدمها الشعب الجزائري منذ سنوات في الحضارة وفي التمدن. وأتمنى السلامة للجميع. ما راح نقول لك أني تشوفي أنت الحماية المدنية والأمن الوطني وكل جوش يكربوك، وشي هو الكلمة تاعك يعني أخيرا؟ بالنسبة للحماية المدنية وبالنسبة للسلطات الأمن الوطني وكل السلطات، هي ساهرة وهم رجال الخفاء ساهرون على تطبيق إجراءات السلامة حرصا على سلامة الجميع طبعا. وقدومهم الآن ومرافقتهم لهذه المبادرة ما هو إلا دليل على حرصهم على سلامة المواطن وسلامة الوطن ككل. هم مشكورين طبعا على هذه المبادرة والمرافقة. هيا عرف السلام عليكم شرفتي في المسابقه تاع مسك العبر في ليله القدر ونيت الجائزه المرتبه الثالثه. واليوم جيناكم من ام البواقي باسم والي ام البواقي، باسم الامن الولائي الحمايه المدنيه ورجال اعلام الاعلام معنا هنايا اليوم. جينا ان شاء الله راح نقدموا لك تهاني تاع السيد الوالي والمجتمع المدني والسلطات المدنيه والعسكريه المشاركه تاعك هذيا، والتزمتوا بالقانون المشاركه البيت تاعك هذا. ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله في الاعمال تاعك العمليه، وعندك مستقبل ان شاء الله باذن الله، وتبقى ضخ في الولايه تاعنا ان شاء الله وقدوه للطلبه والمستقبل تاعنا. هذه تهنئة تتويج من قبل السيد الوالي بن الباقي المشاركة تاعك، راح يسلمها لك رئيس الأمن الدائر أمن سيبوس باسم الوالي بن الباقي باسم رئيس الأمن الدائر. نعم.
هذا درع تكريمي من قبل الثقافة باسم ولد الحماية المدنية، مؤسسة الحماية المدنية. بركة. هذه هدية نسلمها للهدادية باسم قطاع الثقافة ورحمة الله الله يعطيكم الصحة التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أود أن أشكر دار الثقافة لولاية أم البواقي على هذه المسابقات التشجيعية لموهوبي هذه الولاية. ثانيا أشكركم على هذه الزيارة هنا في بيتنا المتواضع، وكذلك أود أن أنصح المواطنين في هذه الأيام وفي هذا الوباء بالتباعد الاجتماعي والالتزام بكل القوانين الصحية وارتداء الكمامة، وإن شاء الله يعني نتجاوز هذه المرض إن شاء الله. بارك الله فيك. كان بيت الأبيات من المسابقة من القصيدة اللي زوج أبيات برد قصيدة التي شاركت بها بعض من الأبيات منها هي: ليلة نزل الملائك دارها، والروح والقرآن زين بابها، طوبى لمن قام الليالي ساجدا متعبدا في العصر يرجو فلا.